صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 97 لسنة 2019 بتعيينات في وزارة الداخلية. وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يعين في وزارة الداخلية كل من العميد عبد الله خليفة عبد الله الجيران مديرا عاما لمديرية شرطة محافظة العاصمة، العميد فواز حسن عيسى الحسن آمرا للأكاديمية الملكية للشرطة بدرجة مدير عام، العميد حمد علي جابر المري نائبا للمفتش العام بدرجة مدير عام، العميد صالح راشد فهد الدوسري مديرا عاما لمديرية شرطة محافظة المحرق، العميد محمد عبد الله أحمد الحرم وكيلا مساعدا للتخطيط والتنظيم، العميد خميس محمد سهل خميس وكيلا مساعدا للشؤون الإدارية، العميد خالد ربيعة حمد الإسنان مديرا عاما لمديرية شرطة المحافظة الشمالية، العقيد عبد الله خالد عبد الله آل خليفة مديرا عاما لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية. وجاء في المادة الثانية من المرسوم أن على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.